برضو عايزين نعرف حضراتكم ان اعلن الاتحاد الدولي، وده خبر لطيف بقى يهم كل الاهلاويه في كل مكان، الاتحاد الدولي للتاريخ والاحصاء اعلن التصنيف السنوي للانديه اللي شهد للنادي الاهلي تواجد استثنائي ضمن افضل 5 انديه في العالم. النادي الاهلي بالمركز اللي هو محققه المركز الخامس، هو كده متفوق على عدد كبير من الانديه الاوروبيه الكبيره. انا بقول لحضراتكم فرق كبيره من عينه برشلونه، من عينه بايرن ميونخ، احتل النادي الاهلي المركز الخامس ب 228 نقطه، طب متفوقا على بايرن ميونخ الالماني اللي كان في المركز ال 11 وبرشلونه الاسباني اللي في المركز ال 24، في حين جاء نادي الزمالك في المركز ال 47 وبيراميدز في المركز ال 59 وفيوتشر في المركز ال 97. الأهلي بيتصدر تصنيف القارة إفريقيا وبيأتي خلفه طبعا الوداد المغربي في المركز ال 38 عفوا في المركز ال 30 على مستوى العالم. حاجة تدعو للفخر، حاجة تدعو للإحساس فعلا بالسعادة الغامرة إن أنت وحضرتك وحضرتي وحضرتها بننتمي كلنا لهذا الكيان المحترم جدا والمقدر جدا عالميا، ومش كلامنا، الاتحاد الدولي لكرة القدم هو اللي بيأكد هذا الكلام. بس الرانكينج اللي احنا واصلين له والمستوى اللي احنا واصلين له، ناس كتيره كانت امبارح تحديدا الله اصل في حاجات بتضحك، يعني في ناس كتير كانت الخبر كان بمثابه انهيار بالنسبه لهم. انا كلم حضرتك بجد، في ناس عملت فيديوهات فيديوهات تضحك يعني. على فكره الفيديوهات او الانتقادات او الكومنتس اللي هي بتبقى فيها نوع من هو الاهلي ليه عامل كده، هو الاهلي ليه دايما بيفوز، هو الاهلي حظه حلو، حتى الناس اللي تقول لك اصل ده حظ ملوش علاقه بالفنيات، مش علاقه باداره كامله ناجحه، ما بيزعلناش يعني، بالعكس احنا بنحس قد ايه هم نفسهم يبقوا زينا، بتكلم في العموم. لكن في الاول وفي الاخر ده خبر لازم يشرفنا، ده خبر لازم يسعدنا، لان في الاول وفي الاخر دايما الاهلي لما بتيجي تتكلم في الكره المصريه او الافريقيه هو اللي بيبقى متواجد، هو اللي بيبقى بيعبر عن مصر، ممكن يعبر عن القاره الافريقيه. فحاجه زي كده وبنتكلم حاجه عالميه، يعني مش حاجه محليه افريقيه عربيه، حاجه عالميه ترتيب عالمي، اعتقد ده شيء يشرفنا جميعا، لازم كلنا نبقى سعداء. وعلى فكره يعني لو كان في حاجه منافسه او نادي منافس هو اللي اخذ كنا هنفرح، بس كنا هنقول عايزين نبقى زيه، كنا هنقول مش هنهدى غير لما نبقى زيه، لان ده دايما الناجح. ناجح لما حد بيتفوق عليه، خلينا نقولها بهذا الشكل، بيبقى عايز يبقى زيه، مش بيحاول يهده خالص، انا عايز الله انا عايز ابقى كده. فده ده ده الوضع، ده الحال اللي احنا المفروض نكون فيه. على كل حال سعداء باللي حصل. كلام من امبارح كان جميل جدا على السوشيال ميديا كريم، لو انت تابعت الصحف كتبت كلام محترم جدا، الناس فرحانه بالنادي الاهلي، مش شرط يكونوا اهلاويه بس، كلام حضراتكم بجد خشوا شوفوا بالظبط ايه اللي اتقال، فحاجه مشرفه، حاجه مشرفه ان احنا نشوف النادي بتاعنا بهذا الشكل كمان بيعتلي رانكينجز عالميه، يعني يوم عن يوم او سنه عن سنه اعلى من اللي قبلها، فده شيء اكيد بيسعدنا ويترجم ان ده نجاح منظومه كامله، نجاح منظومه كامله بتصب فيها بطولات، بتصب في نتائج، بتصب في زي ما حضراتكم بتشوفوا كده رانكينجز عالميه كمان بنوصل ليها. فيعني على ذكر الناس يا نهاد اللي بتقعد تكتب على الفيسبوك وعلى وسائل التواصل الاجتماعي كل واحد يقعد يطق حنك طبقا لمنظوره او رؤيته للموضوع ككل، انا فاكر كويس جدا بعد الماتش اللي الاهلي خسر فيه 5 من سان داونز كذا حد كتب او ناس كتير كتبت ما معناه مشوا اللعيبه. طب لو ما كانش النادي الاهلي ده نادي، هو النادي الاهلي يعني بادارته برؤيته للامور وبتأنيه وبشغله بفكر ممنهج واستراتيجي، لو كانوا عملوا كده كان هيبقى النادي الاهلي بيوصل للمباراه النهائيه للمره الرابعه على التوالي، ودي حاجه بتحصل للمره الثانيه، ما حصلت قبل كده زمان مع مستر مانويل جوزيه وبتتكرر حاليا هذه الايام. ف يعني النادي الاهلي كيان محترم قوي، كيان مظبوط قوي، مش بيشتغل بشكل عشوائي، بيشتغل بشكل فعلا ممنهج، وكل شخص موجود في مكانه هو شخص جدير تماما بوجوده في هذا المكان، واكيد بيمثل اضافه كبيره جدا. وفي الاول في الاخر انت لما تيجي تتكلم عن الكيان اللي انت بتنتمي ليه او النادي اللي انت بتشجعه، انت بتتكلم مش بيزد على رايك الشخصي، بتتكلم بيزد على ارقام يعني مش احنا بنطلع حاجه عن نفسنا، احنا بنتكلم بيزد على ارقام، فدي نقطه فارقه بشكل كبير جدا عن اي حد. النقطه اللي انا عايزه اتكلم فيها كمان يا كريم، ان قصه ان انت دايما باصص لنفسك، دايما باصص لنفسك، انت ما فيش فارق معاك مين بيقول عليك ايه، برضو من سمات الشخص او الكيان الناجح،
بتفرقش معاك ابدا، لان اللي هيتكلم ده بيتكلم بيحاول يحبطك، بيحاول ان هو ياخرك، بيحاول يوصلك مش عارف، فبيحاول ان هو يرجعك لورا. احنا مش كده، احنا ما بنبصش للامور كده، احنا مكملين. فعشان كده دايما لا نلتفت، رغم الناس كتير على فكره يا كريم مثلا على السوشيال ميديا يقول لك انتوا ما تطلعوش تردوا ليه، احنا ما بنردش بنفس الاسلوب، احنا لا يعني نسلك نفس الطريقه ابدا، احنا ما بنعملش كده. الرد دايما بتاع النادي الاهلي بيبقى على الارض. وبالمناسبه النقطه اللي انت بتتكلم فيها، عادي على فكره ان انت تخسر مباراه، عادي ان انت تخسر بطوله، ما فيش حد في الدنيا، هتقولي فريق واحد في الدنيا، واتحدى اي حد بيتفرج علينا دلوقتي، فريق واحد في الدنيا في العالم على مدار التاريخ ده كله حتى اللحظه اللي بكلم حضراتكم فيها بيكسب بس، مستحيل مستحيل. فده العادي، مش مشكله اخسر، مش فارقه اخسر واقع، بس ارجع اقف على رجلي وارجع اقف على رجلي بسرعه. هو ده اللي بيعمله النادي الاهلي برضو بلغه الارقام والتاريخ مش بلغتنا احنا. خلينا كمان ننتقل بقى لحاجه اخرى، وهنرجع لملف كره القدم لان في كلام كتير جدا. اوه طبعا اكيد هنتكلم مع حضرتك. لا واللي انت بتقوليه ده كمان يعني عايز اقول لك انت بتفتحي باب، يعني في كلام كتير قوي يتقال في هذا الاطار على كل الاصعده، وعلى فكره مش بس فيما يتعلق بالفريق الاول لكره القدم، حتى على صعيد مجلس الاداره، حتى على صعيد رؤساء البعثات، مره يكون الاستاذ ضماطي، مره يكون الاستاذ عمرو فاروق، مره يكون الاستاذ مهند، وكل مره يعني لازم يكون بقيه الاطراف بيبعتوا رسائل تهنئه من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وبيتمنى لهم المزيد من النجاحات والتوفيق. فكره التدوير، فكره الروتيشن حاصله على كل المستويات وعلى كل الاصعده. بالنسبه لموضوع قناه النادي الاهلي، فقناه النادي الاهلي من اول يوم تم افتتاحها فيه الحقيقه، ودي شهاده بيشهد بيها قاسي والداني، بتترفع في كتير جدا من الاحيان عن ان هي تدخل في معارك ملهاش لازمه. في ناس بتحب تحارب طواحين الهوى وخصوصا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. لو احنا كقناه الاهلي او المسؤولين عن قناه الاهلي او منسوبي القناه بشكل عام، كل واحد هيدي ودنه لاي كلمتين بيتقالوا او حد بيطق حنك على السوشيال ميديا، فنطلع لمجرد ان احنا نبقى عاملين ترند او ان احنا نثير جدل ما ينتج عنه ارتفاع ملحوظ في نسب المشاهده، عمر ده ما كان تكنيك النادي الاهلي ولا قناه النادي الاهلي. ودي كانت كلمه حق لازم تتقال الحقيقه. ف يعني عشان ما ناخدش وقت طويل في الحته دي، خش بينا على بقيه الاخبار. هنرجع للنقطه دي مره ثانيه زي ما بنقول لحضراتكم طبعا، وهنتكلم بالتفصيل، ان كمان عندنا فتره قويه جدا واكيد فيها كلام كتير في الفقره ان شاء الله هتكون الاولى معانا النهارده.